فيها جداديد، فيها أحذية، فيها سنانير. بالنسبة للجداديد، كل الجداديد نحن بنشتغلهم بجلد طبيعي، يعني بنشتغل بجلد الحية، بنشتغل بجلد التمساح، بنشتغل بجلد الستينج راي. تقريبا هول ثلاث انواع بنشتغل فيهم الاكسسوارز تبعنا. كمان عندي الجدادين الصخرة اللي هن بيجوا مثل العرب معمولين من حديد، كمان مع جلد حية وسوارفسكي، الحجار السوارفسكي بيقدروا يمسكوا بطريقتين، في يمسكوا بهالطريقة، وفي كمان عندهم تشين كمان بيقدروا يمسكوا مثلا بهالشكل ولا بيحطوا كروسفر. كمان بالنسبة للبلتس، أنا بشتغل كل السنانير تبعي بالحديد معروف فيهم، في منهم بيكونوا حديد لحال، في منهم بيكون عندهم هول الستادز، في منهم بيكون عندهم سبايكس، وكمان مثل هول اللي ماسكه بإيدي مثلا فيه كمان جلد حية طبيعي، كمان عندهم هيدا، وبينربطوا من ورا بلسافة، بيقدروا يكونوا للحجم الصغير مثل ما بيتوسعوا كمان. بالنسبة للأحذية، هذا الشوز تبعي المفضل، كمان معمول من جلد الحية، فيها ثلاث ألوان، عندك الذهبي شوي المزهر الفضي مع كمان الذهبي، ونحن كل شيء اكسسوارز كمان مثل بالفساتين كمان بنقدر نشتغلهم حسب طلب الزبون، يعني فيها هيدا تنعمل لونين، فيها تنعمل لون، فيها نحط الوان اللي هي بدها اياهم متناسقين مع بعضها. كمان كل شيء بنقدر نعمله تيبقى مع الفستان ولا حسب هي شو عبارة.